وتوباجو، ولكن تريدنت مقاطعة وتوباجو مقاطعة. دولة تريدنت وتوباجو، أهلا بكم في تريدنت وتوباجو. دولة تريدنت وتوباجو تقع جنوب البحر الكاريبي في أمريكا الجنوبية، وعاصمتها بورت أوف سابيان. الديانة المسيحية يا جماعة، ولكن تريدنت جزيرة وتوباجو جزيرة يا جماعة، بس هي ايه تضم على بعض وبقت دولة تريدنت وتوباجو. توباجو جزيرة لوحدها وتريدنت جزيرة لوحدها، تبعد بيبعدوا عن بعض 32 كيلو متر، وتريدنت لها مقاطعات وتوباجو لها مقاطعات، يعني كل مكان له الأرياف بتاعته والمدن بتاعته. عدد سكان الدولة 1.5 مليون. العملة الدولار تريدنت وتوباجو. اللغة داخل الدولة هي اللغة الإنجليزية يا جماعة، دولة بتتحدث اللغة الإنجليزية. تريدنت وتوباجو بالضبط بالضبط تقع في الساحل الشمالي الشرقي لفنزويلا، جنوب البحر الكاريبي والمحيط الأطلنطي. ديانة في تريدنت وتوباجو الديانة المسيحية، وتوجد جالية مسلمة من لبنان وسوريا، وأكتر جالية مسلمة في تريدنت وتوباجو من الجنوب الآسيوي. توجد مدارس إسلامية، ويوجد العديد من المساجد، ويوجد عالم يا جماعة مشهور من أصول هندية اسمه عمران نزار، وعالم ومفكر إسلامي في دولة تريدنت وتوباجو. جميع الدول العربية تحتاج إلى تأشيرة دخول تريدنت وتوباجو من السفارة، وزي ما قلنا قبل كده لو مفيش سفارة في بلدك تقدر تجيبها من البلد اللي جنبك، مسموح. يعني لو مفيش سفارة في المغرب وفي الجزائر تقدر تجيبها من الجزائر، لو ما فيش في السعودية تقدر تروح تجيبها من مصر. كلام أكيد يا جماعة، ولكن عند الوصول داخل الدولة تقدر تقدم لجوء، حيث يوجد عدد كبير من اللاجئين يا جماعة، وارتفعت نسبة اللجوء في تريدنت وتوباجو، حيث انضمت الدولة إلى اتفاقية الأمم المتحدة في عام 2000 باستقبال اللاجئين على أراضيها ضمن التشريعات الوطنية. طب مين اللي بيسكن يا جماعة في تريدنت وتوباجو؟ لا فرقة، نصف سكان الدولة من الأفارقة والهنود والأسيويين، ويوجد بعض الصينيون، نسبة عالية من الصينيين يا جماعة مستثمرين داخل الدولة، ويوجد أيضا خليط من البريطانيين والفرنسيون والبرتغاليون والأسبان والهنود، وتوجد جالية عربية يا جماعة بنسبة 11% من لبنان وسوريا. تريدنت وتوباجو يا جماعة فيها غابات استوائية كثيفة جدا بتغطي جميع المساحات في الأراضي الدولة، ولكن تعتمد الدولة على الزراعة وهي الحرفة الأساسية داخل الدولة. أهم الزراعات والمحاصيل زراعة قصب السكر والكاكاو وجوز الهند، وزراعة البن، وزراعة الموز، ويوجد القليل من النفط داخل الدولة يا جماعة، عندهم بترول، حيث توجد صناعة الكيماويات وصناعة الإطارات وبعض الصناعات الجلدية. ولكن تريدنت وتوباجو يا جماعة لا تعتمد على السياحة كدخل أساسي مثل باقي دول الكاريبي. استثمار في الدولة، تريدنت وتوباجو بتشجع الاستثمار يا جماعة بطريقة فظيعة، وبتدي ميزات جميلة جدا جدا للمستثمرين داخل الدولة. الدولة بتنمح يا جماعة الكثير من المزايا وإعفاءات للمستثمرين الأجانب. ليه بقى؟ للرقي بالدولة، عشان تخلي الدولة دولة متقدمة من مشاريع ومصانع. رئيس تريدنت وتوباجو يعفي المستثمرين من الضرائب لفترة زمنية يا جماعة، لجلب فرص العمل للسكان المحليين داخل الدولة. ولكن للمستثمر شروط يا جماعة في تريدنت وتوباجو، عشان تستثمر وتحصل على إقامة لازم تمويل مشروع بقيمة 150,000 دولار، ماشي؟ عن طريق شراء عقار، عاوز تشتري عقار 150,000 دولار براحتك. الشرط الثاني وضع مبلغ 350,000 دولار في البنك بموجب تنمية استثمار.
بمعنى الدولة بتشجع المستثمرين الأجانب وبتعفيهم من الضرائب لفترة زمنية. وبعدين في ملحوظة مهمة جدا جدا، لو دخلت آلات ومعدات إلى الدولة، الدولة بتعفيك من العفاء والرسوم الجمركية للمستثمرين يا جماعة في جلب الآلات والمعدات لاستخدامها داخل الدولة. يعني مفيش الجمارك فري، جمارك مجانية يا جماعة. لكن في شرط مهم جدا جدا، وهو إثبات المبلغ المالي الذي يملكه المستثمر يا جماعة، ومصدر الأموال التي يملكها، بشرط ألا تكون من مصادر غير مشروعة وغير قانونية يا جماعة. يعني لازم تثبت الأموال اللي انت داخل بيها الدولة، انت رجل أعمال في بلدك، انت صاحب مصنع في بلدك وجاي تستثمر، لازم تثبت صحة الأموال اللي انت داخل بيه، ما تكونش أموال غير قانونية ولا غير مشروعة، يكون معاك إثبات الأموال اللي داخل بيها داخل الدولة. خلاصة القول يا جماعة، تريدنت وتوباجو ليست دولة للعمل يا جماعة، ليست دولة للعمل، ولكن دولة للاستثمار وفتح مشاريع يا جماعة. عاوز تروح، روح افتح مشروع هناك، لكنك تروح وتشتغل لا، البلد موجود فيها بطالة بنسبة بسيطة. وانتظرونا في الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي ما يعرفنيش، أنا علاء الدين السوري، مصر، عايش في أمريكا الجنوبية، هنلف العالم مع بعض. اشتركوا في القناة، كل هدفي إنك تستفيد وتكون سعيد.